يسعد صباحكم جميعا. اليوم في درس اليوم في مساق العمل الحر والتربح من الإنترنت، من نبدأ بالفصل الثاني إنه كيف بدي أبدأ رحلتي في الإنترنت. في هذا الفصل راح نتعرف إنه هل العمل الحر مناسب لإلك ولا لا. طبعا في اختبار لهاي الشغلة، ومطلوب منكم إنه أنتم تدخلوا هذا الاختبار عشان تحدد إنه هل العمل الحر مناسب لإلك أو لا. الشغلة الثانية، راح نعطي بعض التلميحات اللي بتساعد في تحديد المجال الأنسب لإلك في العمل الحر على الإنترنت. بعد هيك بدنا نحكي على كيفية اختيار المنصة، وبعد هيك حنحكي على نظرة شاملة لكيفية عمل المواقع العمل الحر على الإنترنت، والتعرف على متطلبات العمل الحر عبر الإنترنت. طبعا احنا راح نركز على الجزئية الأولى في هذا الدرس، تمام؟ المساعدة في هذه الجزئية، إنه هل العمل الحر مناسب لإلك ولا لا، ونشوف كيف إنه يعني تلميحات بتساعدك في اختيار المجال الأنسب. أوكي، نبدأ بالسؤال، التساؤل الأول، إنه هل العمل الحر مناسب لإلي؟ هل أنا يعني راح أنفع في العمل الحر؟ هل راح أنجح فيه؟ تمام؟ راح تلاقي في عندك على الموديل في تمرين، التمرين هذا عندك حوالي 7 أسئلة، تمام؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، تمام؟ وكل سؤال بدك ترتب عليه من 0 إلى 5، 0 بدرجة قليلة جدا و5 بدرجة كبيرة جدا، وطبعا هنا في تدرج بيناتهم، إنه هذه بدرجة كبيرة، هنا بدرجة متوسطة وهكذا. السؤال الأول، هل أمتلك مجال في يعني مهارة في مجال معين ممكن استخدامها في الحاسوب؟ يعني أنت بدك تسأل نفسك، أنت هل بتتقن مهارة معينة بدرجة كويسة؟ يعني هل بتعرف تعمل تطبيقات أندرويد ولا نص نص؟ يعني فبدك تجاوب الله أنا والله أوكي نص نص، أحط هنا أوكي أنا والله يعني بشتغل تطبيقات أندرويد بشكل كتير كويس، تمام؟ و يعني بشتغل ولكن مش باحترافي بدرجة كبيرة، فممكن أختار زي هيك، تمام؟ هذا على أساس إنه أنت هي أكتر مهارة إنه أنت بتعرفها، فممكن إنه يعني المهارة اللي بتعرفها تكون مش أندرويد، تكون بي اتش بي على سبيل المثال أو لارافيل، فبالتالي أنت بتقدر إنه أنت يعني تحكم على نفسك إنه والله بشتغل بي اتش بي بشكل احترافي، أنا بس يدوب يعني بعرف اللغة زي هيك يعني، فبالتالي إنه بتحدد درجة مهارتك في هذا السؤال. السؤال الثاني، إنه بدك تسأل نفسك هل لدي القدرة على تنظيم وقتي وترتيب أولوياتي في العمل؟ طبعا يعني تنظيم الوقت وترتيب الأولويات شغلة كتير مهمة، يعني ترتيب الأولويات، أنت في عندك مجموعة من المهام. يعني اللي بحكي لك إنه أنا مش فاضي بيكون بكذب عليك من الآخر بصراحة، يعني لأنه يعني الموضوع موضوع أولويات، إنه هو بس مجرد إنه بده يحط لك أولوية لشغلة معينة راح ينجزها يعني. فالموضوع إنه تنظيم وقت وترتيب أولويات، وفعلا إنه أنت تخصص وقت انه انت تشتغل فيه، مش انه يعني انه تكون في عندك ملهيات كثيرة اكيد بطبيعة الحال، وانه الملهيات هذه لو استدرجتك انت مش فعليا مش راح تنجز، ومش من النوع اللي فعلا انه انت ممكن تكون انه انت عندك جلد على الشغل. هذه شغلة. الشغلة الثانية، انه اوكي ممكن انه انت تشتغل بس فيش عندك القدرة على تحديد الاولويات وانجاز المهام اول باول. يعني ممكن انه انت تفكر فيها على سبيل المثال، انت في عندك مهمة لو انجزتها بتفتح المجال لاشخاص اخرين ان هم يشتغلوا، لكن انه على سبيل المثال انه انت بتشتغل في شغلات ملهاش اولوية، وفي ناس تانية كتير بتستناك انه انت تعملهم شغلة معينة وتحكي لهم انه انا مش فاضي. لا، يعني ادي اولويات انه الناس اللي بينتظروك انه حاول انه انت تخلصهم أول، يعني بدك تحط أولوية بطريقة معينة، بالتالي أنت بدك تقيس مهارتك على هذا السلم بهذا الشكل، إنه أنت بدك تحدد إنه قديش عندك القدرة على تنظيم وقتك وتحديد أولوياتك. الشغلة الثالثة مهمة جدا، إنه يعني إقناع الآخرين بمهاراتي. يعني في ناس إنه
في عندهم مهارة كتير كويسة في مجال معين، ولكن إنه أنت على سبيل المثال بتيجي بتحكي معاه في مشروع معين، إنه بتلاقيه إنه هو في عنده تردد، في عنده مش واثق من الكلام اللي بحكيه. فبالتالي إنه في التفاوض مع الكلاينت أو مع الزبون، إنه بيجي بتحكي إنه يفترض أنت تحكي له إنه الزبون، يعني يفترض إنه توضح له إنه هاي بتنعمل بالطريقة هذه والأسباب 1 2 3. فإذا ما كان عندك القدرة على هاي الشغلات، فبالتالي أنت راح تسويها زي ما بده الزبون. قد يكون إنه يعني مش دائما إنه الزبون إنه اللي بده إياه إنه صح، يعني قد يكون إنه الزبون بسبب يعني إنه هو مش متخصص في المجال، إنه بيكون متخيل الأمور بطريقة مختلفة، فممكن إنه تكون يعني تتورط في عمل شغلات مش يفترض إنه أنت تعملها. فبالتالي يعني إقناع الآخرين إنه أنت عندك مهارات معينة، أو إنه برضه بتتركز هاي النقطة إنه لما أنت تيجي تقدم على وظيفة إنه أنت فعلا تثبت إنه أنا عندي مهارة بالأندرويد. أوكي أنا بحكي إنه أنا عندي مهارة بالأندرويد، بس ورجيني. آه والله أنا نزلت 3 تطبيقات في المتجر، أنا والله في يعني 4 مشاريع سابقة اشتغلتها قبل هيك، أو إنه أنا ما اشتغلتش لزبائن قبل هيك، بس في عندي نماذج مشاريع أنا حاططها أنا عندي على الجيت هاب، اتفرج عليها. فبالتالي آه عندي مهارة. فبالتالي حد يعني هل أنت عندك القدرة على إقناع الآخرين بمهاراتك؟ بدك تحدد هذا التدرج أو هذا يعني هذا على السلم هذا. هل لديك القدرة على الالتزام بالعمل المطلوب؟ هذا هو بيت القصيد. من واقع تجربتي في ناس ما بتحكي لا، يعني تشتغل كذا بحكي لك آه، طب تعال شوفه بالالتزام بالعمل، ما بتلاقي إنه في عنده التزام بالعمل للأسف يعني. هذه برضو بدك تحاول إنه أنت تقيسها عندك، إنه أنت يعني بدك تقيس إنه أنت كم من شغلة إنه أنت انطلبت منك وفعلا إنه أنت كملت للآخر والتزمت بالعمل المطلوب. في عندك المبادرة، في عندك حماس عالي في العمل، يعني هل هذه الشغلة إنه موجودة عندك، ولا بصريح العبارة إنه أنت واحد مطفي، فيش عندك أي مبادرة، فيش عندك أي شغف للعمل، يعني خلاص إنه هيك، يعني عندك شعور بالملل العام زي هيك يعني. فبالتالي إنه بدك تقيس إنه قديش إنه الوضعية تبعتك حالياً إنه بخصوص العمل، يعني هل أنت فعلاً مقتنع إنه أنت خلاص هاي المسار تبعي، وإنه أنا بدي يعني هاي بدي أبدع فيه بالطريقة هذه، ولا إنه خلاص أنت شخص يعني دائم الشكوى يعني زي هيك يعني. فبالتالي شوف المبادرة والحماس العالي عندك. يمكن العمل بشكل منفرد دون الحاجة لإشراف مباشر، هاي مهمة جدا جدا، لأنه في نوعية من البشر إنه محتاج إنه حدا يحكي له إنه أنا بدي إياك تسوي 1 2 3، بيخلص 1 2 3 برجع لك تاني، إيش أسوي بعد هيك؟ تقول له سوي 4 5 6. والمشكلة إنه الأمر هذا ممكن إنه هو يتكرر، تمام؟ ونفس الإشي إنه يعني شغلة سابقة إنه مرت عليه وأنت علمته إياها، بس برضه برجع لك في هذا الإشي. فهاي شغلة كتير بتشكل عائق في العمل يعني والتطور. بينما إنه في ناس إنه أنت بس بتعلمهم مرة واحدة، أو إنه يعني أنا بتعلم عند حدا مرة يعني مرة واحدة وخلاص، بعد هيك أنا بصير بحل المشاكل بنفسي وبتطور بنفسي بدون أي إشراف مباشر. آخر نقطة، أسعى دائما لتطوير قدراتي في مجال التخصص. هذه نقطة أنا لازم أكون يعني واعي لهي النقطة بشكل كبير، لأنه لا شك إنه كل المجالات في الاي تي بتتطور، فبالتالي أنت لازم تكون على اطلاع بشكل مستمر. فبالتالي بدك تشوف الآلية إنه أنت تطور نفسك بشكل ما. هل أنت فعلا بين الوقت والتاني بتطلع على جديد التقنيات، أو بتشوف توتوريالز جديدة؟ فشوف الشغلة هذه، ولا أنت بس بتتعلم الشغلة وخلاص، يعني هاي اللي بعرفه وغير هيك أنا بعرفش يعني. فبالتالي بدك تقيس هذا الكلام. طبعا هذا الكلام كله بدك تشوفه بيطلع لك يعني علامة، تمام؟ مجموع العلامات طبعا 5 في 7 35، أوكي؟
إذا كان مجموع علاماتك أكبر من 25 معنى ذلك إنه مبروك، أنت يعني مناسب للعمل أو العمل الحر على الإنترنت بيناسبك، وأنت عندك المهارات اللازمة، تمام، وعندك الصبر وعندك المؤهلات وإدارة الوقت وكل هذا الكلام عشان إنه يكون في عندك مسار مهني رائع على العمل الحر. لكن إذا كان مجموع علاماتك بين 18 و24 في بيكون في عندك فرصة، ولكن بدك تحاول تحسين مهاراتك في يعني في الأشياء اللي أنت حصلت عليها على 3 علامات وأقل. يعني على سبيل المثال إنه أنت في عندك مهارة كتير ممتازة، ولكن على سبيل المثال إنه فيش عندك قدرة على إدارة الوقت، فبدك تشوف كيف تطور المهارة هذه بحيث إنه يعني إنه أنت تحصل يعني لما تيجي تختبر نفسك مرة تانية إنه تكون العلامة أكبر من 25. أوكي. لكن إذا كان مجموع علاماتك إنه من 0 إلى 17 فمازال أمامك خطوات كتير طويلة عشان إنه أنت تبدأ تقرر العمل الحر على الإنترنت، ما تدخل فيه حالياً. أنا بحكي إنه أنت ما بتنفع، أنا ما بحكي إنه أنت ما بتنفع، أنا بحكي إنه لا، لسه بدك شوية وقت عشان تدخل العمل الحر، لأنه لو دخلت الآن حيعود بالضرر لإلك، يعني حتاخد فيدباك سيء على البروفايل تبعك وكل الأمور هاي. فلا، شوف أنت اتقن مهارة معينة، يعني قد يكون السبب أنه أنت على سبيل المثال عندك الأساسيات في البي اتش بي واللارافيل والجافا والتصميم وكل الأمور هاي، ولكن أنت مش يعني ما تتقن شغلة معينة باحترافية. لا، وصل حالك أنه أنت تتقن شغلة معينة باحترافية، سواء بدورات أو أنه أنت تتعلم بنفسك، سيلف ليرنينج، التعلم الذاتي. هذا يعني توجه كتير كبير حاليا، انه لازم يكون في عندك القدرة على التعلم الذاتي وانه انت تكتسب مهارات اكتر في مجال معين. وقد يكون انه انت عندك اكتر من شغلة مجتمعة انه هي يعني سببت انه انت المجموع علاماتك قليل، يعني انه انت ما عندك مهارة وما عندك القدرة على إدارة وقتك وكل الأمور هذه. فحاول إنه أنت تحلها واحدة واحدة وبعديها ترجع تدخل الاختبار تاني عشان تشوف هل العمل الحر مناسب لك ولا لا. طبعا الاختبار موجود عندك على الإنترنت على صفحة المودل. أنا حابب إنه أنا أورجي لك إياه بعد المحاضرة هذه. أنا بطلب منك إنه أنت تدخل هذا الاختبار. أوكي، هذا هو الاختبار. هتلاقيه موجود عند المحاضرات، يعني خليني أحط لك إياه. هتلاقي محاضرة اليوم نازلة، محاضرة 8، هتلاقي إنه بعديها هذا الإشي، فبتدخل الاختبار فورا بعديه. أوكي، تمام. طيب، بخصوص إنه مجالات العمل المتاحة حكينا عنها سابقا واستعرضناها في مختلف المنصات، لكن النقطة اللي بنحكي فيها إنه أنت بدك تختار لك مجال أنسب. شو أشتغل؟ هل أشتغل موبايل ولا ديسكتوب ولا ويب؟ شو الأنسب؟ إنه بدي شغلة أتخصص فيها أكتر إشي، يعني لأنه يعني مفتاح الإتقان إنه أنت تركز على شغلة. هل أركز على الويب ولا أركز على الموبايل؟ يعني زي هيك السؤال. فيعني ممكن إنه أنت تتعرف على المجالات المختلفة اللي موجودة في المنصات، استعرضناها سابقا، بس أنت عندك هاي إنه هي موجودة في مستقل بشكل منفرد، تستعرض المشاريع. في عندك هنا التصنيفات، بتقدر انه انت تفلترها يعني حسب التصنيف. في شغلات كتيرة، يعني انه ممكن انه انت تدخل في مجال التدريب والتعليم عن بعد، هذه كتير مفيدة بالنسبة لإلك،
يعني عندك مهارة، ولكن إنه يعني خايف تشتغل مع على مشاريع حقيقية. لكن ممكن إنه أنت تلاقي أشخاص، يعني ممكن تدخل مجال التدريب وتلاقي أشخاص فعلا محتاجين إنه أنت تشرح لهم، يعني محتاج إنه حدا يوجههم ويشرح لهم. فلو فكرت هاي مثلا شرح تقرير وتنفيذ نموذج علي بالبايثون، هنا محتاج دكتور في اللغويات التطبيقية لتدريس المواد للطالب لدراسات عليا، فهو محتاج يعني مدرس إنه هو يشرح له للدراسات العليا. في حدا بده معلم متخصص في الإدارة المالية، فأنت حسب تخصصك ممكن برضو تدخل في مجال التدريب على الإنترنت، برضو صار متاح إنه كفريلانسينج. فهذا المجال إنه زي برضو ممكن إنه أنت تفلتر المشاريع حسب المدة أو حسب الميزانية، فبالتالي أنت هيك بتستعرض المجالات الموجودة عندك. فالآن في مجال البرمجة شو بدك تختار؟ تطوير مواقع ولا تطبيقات موبايل ولا إيش بالضبط يعني؟ زي وهنا بالنسبة للأبورك كذلك، للأبورك نفس المجالات اللي إحنا استعرضناها سابقا، أوكي تمام. وهنا إنه بستعرض لك الوظائف حسب فئة معينة، فممكن إنه هنا تختار الويب ديفلوبمنت أي جوب، ستيم تريد ويب سايت، يعني مطلوب تطوير هذا الويب سايت 4000، وهذا بده اكسبرت ليفل تمام. وهي المهارات اللي بده إياها إنه تكون موجودة عندك، هاي المهارات هاي السكيلز، إنه يكون في عندك ويب سايت، في عندك هنا ستريم اي بي اي جوب، بيمنت جيت واي، يعني مطلوب انه انت يعني تطور بوابه للدفع، ولازم يكون في عندك معرفه بالفرونت اند والباك اند، اوكي. يعني هيك انت بتحدد ايش المهارات، يعني هنا السكيلز المهارات المطلوبه في كل وظيفه بهذا الشكل. هاي الوظيفه مثلا انه فرونت اند ديفلوبر أو front end developer for pending digital invitation، بده يعمل دعوات رقمية. إيش المهارات المطلوبة؟ بده يكون في عندك HTML و CSS 3 و HTML 5 JavaScript JSON Bootstrap jQuery، تعرف هاي الشغلات؟ أوكي بتدخل في هاي الوظيفة. فهيك أنت بتحدد المهارات المطلوبة في الوظائف فبتستعرضها بهذا الشكل، تمام؟ فالآن من الجدول هذا يعني خليني أستعرض لك الفريلانسر الجوبس الموجودة في الفريلانسرز. هي فعليا انه انت برضو ممكن انه انت تفلترها حسب البادجت او حسب الديوريشن او حسب السكيل او حسب اللانجويج بهذا الشكل، تمام. السكيلز انه دوت نت، خلينا نشوف البي اتش بي، اوكي. هاي الوظائف المطروحة انت عندك، وهنا بتلاقي تحت المهارات المطلوبة لهاي لازم يكون في عندك وورد، يعني معرفة بالووردبريس، تصميم المواقع بي اتش بي اتش تي ام ال وجرافيك ديزاين، اوكي. هيك انت بتحدد المهارات. الان ايش المطلوب؟ المطلوب انه انت بدك تعمل تحليل اسمه السوات، تحليل السوات، عفوا هذه او تمام، strength weakness opportunities threats، تمام. هذا السوات اناليسيس، هنا بدك تحدد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. يعني على سبيل المثال بدك تختار مجال معين من المجالات اللي انت استعرضتها، لانه يعني قد يكون انه انت فعلا ما عندك لسه المهارة، يعني أنت محتار. يعني خلينا نسأل سؤال زي هيك، محتار هل أنا يعني أحترف في الجافا، أوكي، ولا بي اتش بي؟ هاي السؤال. إيش بدك تسوي؟ بدك تحدد نقاط القوة والضعف، تمام؟
في الفرص اللي موجودة عندك، أو المهارة، أو التراك اللي أنت بدك يعني تدخل فيه. فالآن الجافا، إيش نقاط القوة اللي فيها؟ إيش نقاط الضعف اللي فيها؟ يعني على سبيل المثال، أنا حسب معرفتي ممكن أنا أحكي لك إنه نقاط القوة بالجافا إنه الأجور تبعتها إنه كتير يعني كتير مرتفعة، تمام؟ لكن إنه المشكلة تبعتها، يعني أحد المشاكل تبعتها إنه مش كتير مطلوبة، مطلوبة ولكن مش بكثرة إنه مشاريع البي اتش بي زي هيك، تمام؟ وهنا بدك تشوف إنه إيش الفرص وإيش التهديدات. يعني ممكن أنت تيجي تستعرض في المنصة، تمام؟ يعني على سبيل المثال إنه أنا باجي بستعرض لك هنا إنه أنا بدي أبحث هنا كمبيوتر فيجن، شوف الوظائف كلها في الكمبيوتر فيجن، اوكي. هنا انا بدور على فريلانسرز، مش بدور على جوبس. بالتالي انا ممكن اعمل لوج ان هنا، هنا find job، اوكي. في عندك 402 job found في هذا المجال. فبالتالي هل في فرص كتيرة متوفرة؟ هل في وظائف كتيرة؟ هل الوظائف اللي مطلوبة، يعني على سبيل المثال هنا Computer Vision Expert إنه Image Object Recognition Neural Networks Deep Learning Chatbot، هذه المهارات موجودة عندي. استعرض إنه أكثر من وظيفة من يعني التخصص اللي أنت بدك إياه، وشوف هل المهارات موجودة عندك. فبالتالي هذا بيساعدك إنه هنا إنه أنت تحدد انه ايش الفرص الموجودة. والله في وظائف كثيرة، تمام. طب ايش التهديدات؟ انه اوكي، التهديدات انه الفريلانسرز، اوكي الوظائف كثيرة بس الفريلانسرز برضو في هذا المجال كتار. ف يعني هذا التحليل نوعا ما ممكن انه هو يساعدك في التحديد، انه في النهاية انت تحدد انه والله بدي اشتغل جافا ولا بي اتش بي اكثر زي هيك. اوكي، الان برضو تلميح ثاني بيساعدك في اختيار المجال الأنسب بالنسبة لك. بدك توازن بين المجالات، إنه بدك تختار حاجة فعلا تستمتع ب إنه أنت تعملها، لأنه لو ما كانش عندك يعني يعني الشغف والاستمتاع في الشغل، فبالتالي إنه زي كأنه شغل إنه أنت بتأدي اللي عليك مش هتبدع فيه. وفي نفس الوقت إنه أوكي بتحب إنه أنت تعمله بس لازم يحتاجه الآخرين. ومش بس هيك، انه لازم برضو يوفر لك دخل مادي، لانه في النهاية انت مش يعني بيكون الموضوع مجدي بالنسبة لك. وقبل هذا كله انه انت لازم تعرف انه انت تعمل هذه الشغلة، عندك المهارة موجودة. اوكي، انا بدي بعرف بي اتش بي وبستمتع بالشغل فيها، والبي اتش بي بحتاجوها يعني ناس كتيرة، زبائن كتيرة، وبتوفر دخل مادي، تمام. الآن يعني أنت ممكن يعني فبدك تختار إنه شغلة موجودة عندك في هذه المنطقة، فعلا أنت بتحدد كل المطلوب منك. لكن على سبيل المثال ممكن إنه أنت يعني تختار يعني شغلة موجودة في المنطقة هذه اللي هنا، تمام. فبالتالي أنت يعني إنه أنت بتستمتع بفعله وبيحتاجه الآخرين، تمام. يعني منطقة التقاطع أنت عندك من ناحية توفير الدخل المادي، إنه يعني إنه هاي المنطقة إنه أنت ركزت عليها زي هيك بهذا الشكل، تمام. فبالتالي إنه
يعني اخترت شغلة في المنطقة هذه بس ما بتوفر لك دخل مادي، يعني هاي اللي بدي أحكي لك إياها. فنوعا ما إنه هاي الأمور اللي بدك توازن بيناتها يعني ممكن تساعدك أكتر في تحديد إيش المجال اللي أنت بدك تشتغل عليه. يعني أوكي أنا خريج في مجال معين والمجال هذا إنه ما في شغل، هل أروح بالجرافيك ديزاين؟ هل أنت بتجيد الجرافيك ديزاين تستمتع بإنه أنت تسويه، بيحتاجه الآخرين، بيوفر لك دخل مادي، فبالتالي إنه حاول تشوف الأمور هذه. أو على سبيل المثال أنا لنفترض إنه أنا تخصص يعني أي تي بس ما بحب البرمجة، ما بستمتع في البرمجة، يعني هل ممكن أروح على مجال الترجمة؟ فبدك تحدد إنه أنت فعلا بتجيد الترجمة بتستمتع فيها، بحتاجها الآخرين وبتوفر لك دخل مادي، بتقدر تنافس المترجمين أنفسهم يعني زي هيك. أوكي فهنا يعني هذا تمرين بالنسبة لك إنه أنت بدك تكتب قائمة المهارات اللي فعلا بتحقق الشروط هذه، اللي إنه فعلا بتجيد فعله وبتستمتع بفعله، وهنا بيحتاجه الآخرين وبوفر لك دخل مادي. فأنا هحاول أحط لك إياه كأساينمنت عندك على المودل، وبتكتب بديك تكتب لي المهارات اللي انت فعلا بتمتلكها، وبدك تحاول انه انت توزعها يعني زي هيك، يعني على سبيل المثال انه بي اتش بي، تمام، انه انت بتجيد فعلها بنسبة مثلا 80%، تمام، بتستمتع فيها 100% زي هيك. بيحتاجوا الآخرين، بيحتاجوا الآخرين، بتحدد إنه نسبة معينة، قديش بتوفر لك دخل مادي، يعني بتحدد درجة معينة زي هيك، تمام. وهيك بيكون خلص درسنا لليوم، تمام، يعطيكم العافية.